أعلنت غرفة عمليات فتح حلب عصر اليوم الأربعاء تمكن الثوار من قطع طريق إمداد قوات النظام إلى مناطق سيطرته في مدينة حلب، في وقت واصل الطيران الحربي استهداف أحياء المدينة وبلدات ريفها، فيما أطلق ناشطون حملة شعبية لتسليط الضوء على ما يجري من انتهاكات في أحياء حلب ومدينتي منبج ودارية. مزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي. لليوم الثالث عشر على التوالي يواصل الثوار محاولتهم إبعاد شبح الحصار عن مدينة حلب. تتركز المواجهات العسكرية في محيط طريق الكاستيلو، وفي حين تمكنت قوات النظام من رصد الطريق ومنع التحرك عليه، يشن الثوار هجوما مفاجئا جنوبي المدينة على الطريق الوحيد الذي يستخدمه النظام في الوصول إلى مناطق سيطرته في حلب عبر منطقة الراموسة، وذلك بهدف الضغط على جيش النظام للانسحاب من محيط الكاستيلو. يبكي هذا الرجل زوجته وطفلهما الذي قتل قبل أن يولد، فوسط المعارك التي تجري على حدودها لا تتوانى الطائرات الحربية عن شن هجماتها الجوية على مدينة حلب وريفها في يوم دام شهدته المدينة أمس. طائرات التحالف الدولي كان لها الحصة الأكبر من الضحايا المدنيين، حيث استشهد ما لا يقل عن 60 مدنيا بهجمات جوية عدة استهدفت مدينة منبج بريف حلب الشرقي. ناشطون من مناطق مختلفة في الشمال السوري دعوا لإطلاق حملات شعبية لتسليط الضوء على ما يجري في حلب ومدينتي دارية ومنبج من قصف عنيف وحصار مطبق على ساكنيها. تضامنية مع أهلنا في منبج اللي يعانين بين نارين، قوات سوريا الديمقراطية المحاصرة لهم وقوات تنظيم الدولة، وفي أهلنا في حلب، أهلنا في دارية، واليوم المجازر اللي صارت في إدلب أكثر من 20 شهيد اليوم راحوا في إدلب. اليوم حبينا نعمل هالحملة لنضامن معهم، نعبر لهم إنه نحن معكم. لا أذان صاغية لهؤلاء الناشطين. حكومات المجتمع الدولي لم ترتقي بعد لاتخاذ قرارات جدية لفك الحصار عن المناطق المحاصرة في سوريا. وللحديث أكثر ينضم إلينا من حلب مدير مكتبنا في حلب مصطفى العبد الله. مرحبا بك مصطفى، حدثنا أكثر عن الحملة التي أطلقت نصرة لحلب ودارية ومنبج. أهلا بك. أصلا ناشطون في كل من يعني مدينة حلب المحررة وأريافها والشمال السوري التقوا مع ناشطين في تركيا وبلدان النزوح والهجرة على إطلاق حملة إعلامية ذات بعد ميداني في مدن الشمال السوري كافة، إدلب وحلب وحماة، وخاصة في أرياف حلب الشمالية والغربية والجنوبية وريف إدلب الشمالي والجنوبي. هذه الحملة هي حملة تضامن مع أهالي مدينة حلب المحررة البالغ عددهم حوالي 400,000 إنسان والذين يتعرضون لشبه الحصار، وأيضا مع أهالي مدينة دارية المحاصرة والتي يحاول النظام اقتحامها، وأيضا مع أهالي مدينة منبج التي تقع بين فكي كماشة تنظيم داعش، وأيضا مع قوات سوريا الديمقراطية. وزاد ذلك قصف الطيران التحالف الدولي البارحة، الطيران الفرنسي لمدينة منبج القسم الشمالي منها، ومقتل أكثر استشهاد أكثر من 60 شهيدا. الغاية من هذه الحملة أخي أصلا هو إيجاد حالة من التضامن العالمي ولفت النظر العالم إلى هول ما يجري في مدينة حلب، ويمكن أن يجري في حال استمر إطلاق الحصار من قبل قوات النظام، وفي حال استمر هذا القصف الجوي الممنهج من طيران روسيا وطيران النظام والقصف المدفعي أيضا. وأيضا لفت نظر العالم إلى هول ما يمكن أن يجري في حال قام النظام باقتحام ونجاحه في اقتحام مدينة دارية التي ما زالت محاصرة منذ أكثر من عامين ونصف، وأيضا هناك خطر كبير على حياة المدنيين الذين يمنعهم تنظيم داعش من الخروج خارج منبج، ويقوم قوات سوريا الديمقراطية تنظيم قوات سوريا الديمقراطية بقصفهم. وزاد من مشكلتهم أن قوات التحالف الدولي طيران التحالف الدولي يقوم بقصفهم وقتلهم وموتهم. طيب ما هي النشاطات، ما هي النشاطات التي حملة عالمية يا مصطفى، يعني ما هي النشاطات التي سيقوم بها القائمون على الحملة؟ هذه النشاطات أصلا في الشق الداخلي، في الشق الميداني، عبارة عن وقفات احتجاجية، وقفات تضامنية صامدة، اعتصامات، مظاهرات، رفع للافتات، أيضا رفع لإعلام الثورة،
مناشدة لفصائل الثورة السورية كافة في كل المناطق المحررة بأن يقوموا بإشعال الجبهات مع النظام في محاولة التخفيف عن الجبهات في حلب ودرية ومنبج. أيضا ذات بعد إعلامي دولي، تهدف هذه الحملة إلى خلق حالة تضامن عالمية عبر وسائل التواصل العالمي، الفيس والتويتر والتليجرام، وأيضا القنوات الإعلامية العالمية التلفزيونية، حيث أن تنتقل هذه الحملة من مكان إلى مكان من أجل تسليط الضوء على ما يجري في سوريا في كل من حلب ودرية ومنبج. هناك قنوات تلفزيونية مشاركة في هذه الحملة، منها قناة الحرية التي تتبع للمعارضة الإيرانية الموجودة في باريس، وأيضا قناة حلب اليوم شريك في هذا العمل، نعم، والكثير من المراكز الإعلامية والوكالات الموجودة في الداخل السوري والخارج. طيب، اليوم 13 لقطع طريق الكاستيلو المؤدي إلى حلب، كيف تبدو أوضاع الأهالي داخل المدينة؟ صراحة أصلاً بكل صراحة وبشفافية مطلقة، ضراوة القصف الجوي الذي يستهدف كامل أحياء مدينة حلب المحررة من الغرب إلى الشرق ومن الشمال إلى الجنوب، وخاصة الأحياء الشرقية القريبة من مطار النيرب، حيث يقوم النظام بإطلاق الصواريخ والقذائف المدفعية وراجمات الصواريخ من مطار النيرب ومن معامل الدفاع على هذه الأحياء، فضلا عن الغارات الجوية من طيران روسيا. ونظام زاد من مأساة وفاقم من المشكلة الإنسانية التي يعيشها سكان مدينة حلب المحررة. صراحة لا يستطيع سكان المدينة المحررة خلال اليومين الأخيرين التنقل في الشوارع نهارا، تكاد تخلو الشوارع من المارة لسببين أساسيين. السبب الأول كما قلت لك كثافة وضراوة القصف الذي يستهدفهم في كل مكان ويحاول القضاء عليهم واجتثاثهم. الأمر الثاني شح الوقود، عدم توفر الوقود اللازم لتنقل السيارات، التكاسي، السرفيس، أي سيارات عابرة، هذا هو السبب. أيضا ضعف وندرة وشح الخضروات والمواد الغذائية أدى إلى ضعف في الحركة وفاقم مشكلة الناس داخل المدينة المحررة. نعم. لكن المشكلة الأكبر تبقى أصلا هي ضراوة القصف الجوي الذي يستهدف المدنيين، وخاصة أنه بدأ في الآونة الأخيرة يستهدف المستشفيات. يعني المدني الذي يصاب بالقذيفة، بالبرميل، بالصاروخ، هناك مشكلة في نقله إلى المستشفى حيث لا توجد سيارة، وعندما ينقل إلى المستشفى هناك مشكلة في أن يتم استهداف المستشفى الذي هو بالأصل متوقف جزئيا عن العمل. نعم. بسبب قصفه من قبل طيران روسيا والنظام. نعم، مصطفى العبدالله مدير مكتبنا في حلب، شكرا جزيلا لك.